السلام عليكم خوتي خواتاتي. هذا الفيديو ديال اليوم غير طبيعي، حيت فيه شي حاجه مثيره للانتباه. كما كتشوفوا هذه مظاهره ديال الجاليه السنغاليه باريس ضد الرئيس ديالهم، يعني هذا امر طبيعي. كل شاب عنده حق التظاهر وكيدير وقفه احتجاجيه ورفع العلم ديال البلاد واللافته يكتب عليها سبب الاحتجاج او الوقفه، ولكن الشيء اللي ماشي طبيعي هو هاد الراية. هاد الراية مسكينة شنو كدير هنا وسط مظاهرة للسنغاليين ضد الرئيس ديالهم؟ هادي راية الشعب الجزائري أو دولة الجزائر. باش تعرفوا أن الغباء ولا وراثي عند الجزائريين، رغم أنني متأكد أن الجزائر عندها يد في الموضوع وهي اللي كتحرض السنغاليين ضد الرئيس ديالهم دبلوماسية الشيكات والهبات، يعني الرشاوي، خصوصا أن المظاهرة فيها عدد قليل جدا من السنغاليين، لأن الجالية السنغالية اللهم بارك كبيرة في فرنسا. ولكن على الأقل كان عليهم يخبيوا العالم ديالهم. إذن أخوتي خواتاتي، هادشي كامل كيديروه على قبل أن الرئيس السنغالي يدعم الوحدة الترابية ديال المغرب. صراحة جميع رؤساء دولة السنغال الشقيقة يدعموا دائما المغرب في كل المواقف ديالو، وهذا الشيء كيضرهم في خاطرهم. والحل هو أنهم يزرعوا الفتنة بين الشعب والرئيس السنغالي، لكن جميع الخطط ديالهم لا تنجح لأنها غير مدروسة وغبية، لأن المال ماشي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المنشودة، لأن الدبلوماسية المغربية قوية برجالها وليس بأموالها.